سامحوني الحق على الشباب. وهيدا مصطفى بيبعت لي هونيك نكت كتير مهذبة، أنا مهذبة هو منه مهذب. قال في ناس كتير عصبوني بس أنا ما بتفرق معي، ضليت على الشامبو. وهون سؤال للبنت بس، قال يلي عايش بالعراق بيسموه عراقي، ويلي عايش بسوريا بيسموه سوري، ويلي عايش بأمريكا بيسموه أمريكي، طيب اللي عايش بالبوسنة شو بيسموه؟ مين بده يبوس مين؟ خبرني. هلا رح أسألك، هون الشباب عم بيقول كان إنه بيحب ياكل سمك. أنا السنة الماضية أكلت مرتين أو ثلاثة، السنة التجرب كمان. سألت ليش هالزان خفية؟ قالت البحر كله مضروب، وقت اللي غواصة اجت وضربت هون مات السمك باليابان. كيف فينا نحن نحول هالسموم اللي عم تنحط بالأكل؟ نقدر نحولها بالمضغ؟ شو فينا نعمل فيها؟ إذا أنا ابني وجوزي وإنت وكلنا منحب نجيب سمك ونأكلها، شو بنعمل؟ هلا بالأصل السمك أخف من اللحمة. بالأصل السمك أخف من لحمة البقر، الغنم، الجاج، شو ما كان. بس يلي عم يصير للأسف هلا إنه بسبب التلوث اللي عم بيصير، يعني هلا في دراسات كتير عم تطلع عم بتفرجي، السمك النهري كله ملوث بالزئبق، سمك المحيطات في بعض المحيطات ملوث كتير بالزئبق. طبعا احنا عارفين قديش سام هذا بالهيفي ميتلز. الإشعاعات اللي موجودة خصوصا من اللي صار باليابان فوكوشيما لا زالت لهلا عم تتوسع وعم تنتشر. في مرة بحار عم بيقول أنا طالع، أنا بعرف الطريق بيطلع من اليابان كأنه لأمريكا، ما بعرف في طريق معين لإله، بقول بطلع برجع بطلع برجع، بعرف المحيط، حافظ المحيط، بعرف شو فيه. فطالع بقول يمكن شيء مش متذكر الرقم بس يمكن أكثر من هيك، حتى كأنه حوالي 40 ميل أو 40 ألف أو 2000 ميل، ما بعرف، مسافة كتير كبيرة، يمكن مسافة كتير كبيرة، يمكن 2000 ميل هو الرقم اللي قاله. 2000 ميل ما شاف فيه ولا سمكة، وفي في في نص الطريق شاف حوت هيك دايخ وعلى راسه ورم سرطاني كتير كبير وعم يموت في وسط الطريق. خلينا نقول إذا الرقم صح 2000 ميل من لما طلع من اليابان بسبب هالمفاعل النووي اللي صار. فللأسف في كتير تلوث موجود، سواء تلوث معادن، زئبق كتير موجود هلا وعم يعمل مشاكل كبيرة كتير عند الناس. الشغلات الإشعاعية شفنا قديش من سنة تقريبا عم بيهر شعر الناس كتير، ما حدا فاهم ليش، او الناس مش فاهمين شو القصه. طبعا في جي ام او، في المبيدات، في ما بعرف شو، في كذا، بس في كمان تلوث اشعاعي عم بيصير بالميه، لازم ننظفه كثير بشكل كثير كبير. من الشغلات اللي بننظفه قلنا عنه البنتونايت قبل هالمره، دخيله ليفينج كلي. هلا عم نعمل الابحاث على هاي الماده، ان شاء الله قريب يعني بنشرح بالضبط شو اللي صار معنا. صوديوم ثيوسلفيت ليفينج كلي اللي هو الصوديوم بنت اللي هو الكالسيوم بنتونايت. كلي بالعربي شو؟ طين؟ طين، صلصال. صلصال، الله ذكرها في القرآن. أكيد صلصال، من صلصال من طين. قالوا لي وقتها عندك الإنسان مادة الأرض. شو اسمها؟ نعمة؟ نعمة حبيبتي يا نعمة، أنت وهالشباب اللي عندك وكلهم نحن المعاقين. هيدي شو هي؟ هيك لحطها بإيدي أو شيء هيك؟ هلا هاي جديد عم نعمل عليها ريسيرش، لسه عم نجرب فيها. صوديوم ثيوسلفيت المفروض أنها من أهم المواد، لانها الحلو فيها انه مثل المواد الثانيه الطبيعيه موجوده بالطبيعه، انه مش مصنعه، موجوده بتتلاقى بالطبيعه، شكلها مثل هيك مثل الكريستاله بالضبط. كريستاله هي كيف المغنيزيوم سلفيت اللي هو الملح الانجليزي، نفس المبدا بس هاي ثيوسلفيت بسموها. فالظاهر انها من اهم من المواد القويه كثير، حتى في واحد من الجماعات القوايه كثير بالعلوم الصحيه وشغلات هيك قال انه ما في ماده بتعادلها بالقوه في ازاله المعادن الثقيله اللي بالجسم، سواء كانت مثلا زئبق، سواء كانت شو ما كانت المعادن الموجوده، فلورايد ايش ما كان. فالكالسيوم بنتونايت بشيل المعادن الثقيله وبشيل الاشعاعات. الثيوسلفيت عم نجرب عليها هلا بتشيل نفس الشيء، ولها خواص كمان انتي مايكروبال وانتي فانجاي، بتشيل الميكروبات وبتشيل الفطور الفطريات. الفطر كمان موضوعه مهم هلا بنشرح. البوركس لازلنا عم نجرب عليه، وصلنا فترة هلا فوق السنة تقريبا عم نجرب عليه، عم نزيد الكمية نتأكد. طبعا البوركس حكينا عنه مرة كان لسه انه جديد، عم نجرب على الموضوع. سميته أقل من ملح الطاولة، وعنده قدرة على انه يشيل الفلورايد من الجسم، عنده قدرة على انه يشيل التكلس يلي بكون على الغدة الصنوبرية بشكل خاص، وبيشيل عنده قدرة على قتل الفطريات اللي بالجسم برضه، كمان موضوعه كتير مهم. طبعا هاي مواد كلياتها عم ندرس فيها على اساس انه نشارك ونجرب كلنا مع بعض نشوف شو اللي عم بيصير، وهي بالاصل مواد طبيعيه موجوده. ف
بنظف الأكل، ما باخد أي إشي مصدر ملوث. في مواد كتير طبيعية للتنظيف. كنا بدنا نحكي على هاي مريم، ضروري كتير نمر عليها. إيه بس بدي أسألك، مبارح بالبيت شو هاي المي اللي سقيته للصبي تلفني اليوم اللي راح الوجه؟ حكى حلو. شو هي؟ شو سقيته؟ هيدروجين بيروكسيد، شوية صغيرة بكاسة المي. هلا هاي كل هالمواد حكينا عليها كتير. هيدروجين بيروكسيد هي عبارة عن H2O2، المي إيه؟ بنعرف H2O بس مضاف عليها ذرة أكسجين زيادة. هلا لما تنزل مية الشتاء H2O عم بنزل من السماء للأرض، بمر بالأوزون O3 بياخد منها O بياخدها فبيصير H2O2. يعني مادة تنزل مع مية الشتاء بنسق فيها الزرع، عشان هيك زرع الشتاء بكون كتير قوي. فامبارح كنا عم نحكي فعم يقول إنه أنت فرجتي المادة موجودة عندك من فترة. وقتها ذكرنا قلنا اي حدا موجود هلا كتجربه اول مره، طبعا استخدامها مش مثل الام ام اس، لازم ما ازيد واستخدم بمعايير معينه لانها قويه كثير، مش لانها بس انها قويه كثير. فقلنا الاشخاص اي حدا موجود هلا في يجرب كاسه مي، حط 5 نقاط ويشربها، واللي بياخذها اول مره دائما دائما بحس بنشاط كثير قوي وبحس انه في شيء تعالج. ايش عملت فيي؟ لانه بتقتل ايش في بكتيريا موجوده في الجهاز الهضمي بتقتلها. ايش في بكتيريا موجوده في الجهاز الهضمي بتقتلها. هلا في موضوع كثير مهم لانه كنا عم نحكي عليه، اللي هو موضوع الفطريات. هلا البكتيريا صغيره، إيه؟ الفيروسات صغيره، إيه؟ الفطريات كبيره. يعني كيف لما اقول انا مثلا نمله وفيل، فرق الحجم بينهم كثير كبير، هاي صغيره وهاي كثير كبيره. فشو اللي بيصير لما اخذ الهيدروجين بيروكسيد او اخذ الام ام اس او اخذ هيك؟ اذا كان الفطر صغير فيها تقتله، بس اذا كان الفطر كبير ما فيها تقتله. بالعكس، مرات الفطر اذا قتلت البكتيريا بينبسط وبصير يزيد. يعني مثلا لو واحد عنده كانديدا او واحد عنده شو ما كان نوع الفطر مثلا موجود، ممكن اذا اخذت ام ام اس او اذا اخذت هيدروجين بيروكسيد او اخذت هيك ممكن يزيد الفطر. ليش؟ لاني قتلت البكتيريا فالفطر انبسط وصار يتكاثر اكثر. هون بيجي دور كالسيوم بنتونايت، بيجي دور الشغلات اللي عم نجرب عليها مثل البوراكس، مثل الصوديوم ثيوسلفيت، مثل هاي الشغلات يلي هي وظيفتها انها تشيل الفطر يلي هو حجمه كثير كبير. فهي الامور كلها بتشتغل مع بعض، ما فيني افصل. إذن أكل أول شيء من غير دائما الأكل أول شيء، باقي الأمور كلها ثانوية ثانوية. مثل يعني إحنا هلا بدنا نرجع مثل أيام زمان. أيام زمان من 100 سنة 200 سنة ما كان في سرطان، ما كان في سكري، ما كان في ضغط، هاي الأمراض كلها ما كانت موجودة. كانت الناس صحتها قوية وهي كبيرة صحتها قوية. مشكلتهم الوحيدة كانت الوباءات. يعني واحد إجا طاعون، إجا جدري، إجا حصبة، ما يعرفوا يتصرفوا معه لأنه ما في عندهم أنتبايتك. ممكن في أعشاب معينة بس مش الكل كان عنده هذا العلم، فما كان يعرف يتصرفوا معه. احنا هلا رجعنا لايام زمان، عشان هيك بنقول 2 3 ما بدنا ولا مرض على سطح الارض كلها. يا الله، هاي مسؤوليه علينا كلنا. تخيلوا قديش المسؤوليه، والحمد لله في ناس عم بتحمل المسؤوليه. يا الله شو حلو، يا الله شو حلو. بس هي بسيطه الحقيقه، بسيطه يا اخوتي، لانه كل واحد عم بتعلم عم بيعلم. نشارك كلنا، مش بالشرك، بمشاركه الحق. رجعنا مثل ايام زمان، اكلنا مثل ما الطبيعة بتحكي، وعندنا بديل للأنتبايوتيك في حالة صار في وباءات. غير هيك ما بلزمنا شيء. الأدوية عم تعمل أعراض جانبية عند الناس، عم تعمل حصوات، عم تعمل مشاكل في الكبد، عم تعمل مشاكل في الكلى. الأدوية عم تعمل هاي الشغلات. شيلوا كل هالحكي الفاضي، نرجع للطبيعة، نرجع لصوم وتصحة وتنظيف الجسم، بالتالي بتنضف الصحة عندي. بشيل كل الهرمونات الإضافية اللي عم تدخل، بشيل كل هاي الشغلات. طالعة موضة جديدة هلا بالطب اللي هي فيتامين دال، كلهم عم بيحكوا فيها. نحكي لكم شو قصة الفيتامين دال هاي. هلا أول شيء كانت موضة الفيتامين بي 12، ويا حرام إذا واحد نباتي صار معه نقص في فيتامين بي 12 على طول بيستلموا الدكاترة لأنك ما بتاكل لحمة. كل لحمة عشان تاخذ فيتامين بي 12، مع إنه إحصائيا في العالم عدد الناس اللي عندهم نقص فيتامين بي 12 آكلين لحوم 3 أضعاف النباتيين. الموضوع مش باللحمة، ما له علاقة بالنباتيين. فيتامين بي 12 هو عبارة عن بكتيريا موجودة في التراب. هي مش عبارة عن فيتامين، عبارة عن بكتيريا موجودة في التراب. إذا أنا أكلي كله مكرر، يعني حتى لو كنت نباتي ممكن أكون باكل سكر، شيبس، معلبات، كذا هيك، أكلي ممكن يكون مكرر، مش ضروري أكون عم باكل نباتات. إذا أنا بتعطى عن اللحمة ممكن يكون بس إنه بتعطى عن اللحمة والحليب وهي الشغلات. فإذا أنا أكلي ما بيشمل خضروات نية وطبيعية ومزروعة زراعة طبيعية بدون مبيدات حشرية بدون هاي الشغلات، إذا أنا أكلي ما بيشتمل هاي الشغلات بيصير في عندي نقص في فيتامين بي 12، لأنه ما عم باخذ هاي البكتيريا اللي موجوده في التراب. هاي هي القصه. قصه فيتامين دال هاي حلوه، رح تحبوها كثير. فيتامين دال مره واحده العالم كله صار عنده فيتامين دال، يعني الشمس اختفت، بطلت في شمس مره واحده. ستشرق من المغيب. شو القصه طلعت؟
الفحص يلي بيفحص فيتامين د بالجسم ما بيفحص فيتامين د الطبيعي يلي موجود في الجسم، بس بيفحص الفيتامين د الصناعي. يعني انا جبت عملت لك هالفحص عندك نقص فيتامين د، بس انه بفكر فيتامين د الطبيعي، لا النقص عندي بفيتامين د الصناعي. طب من وين بدي اجيبه الصناعي اصلا؟ لا خد هاي الكبسوله عشان تاخذ فيتامين د. فالفحص مخطوط وصاروا الناس كلهم يشتروا، هي عباره عن لعبه تجاريه جديده، مثل الفيروسات اللي عم تطلع، المطاعيم اللي عم تطلع كل سنه، الانفلونزا الله اعلم شو فيها، الله اعلم شو فيها. ما عم نقول انه الطب علم مش حلو، بالعكس الطب علم حلو، لكن 99% صار تجاري لهالسبب. اذا انا ما تحملت المسؤوليه سيلف ريلاينس وقرات وفهمت وشفت شو الدواء فيه وشو بيعمل شو الاعراض الجانبيه، هم حاميين ظهرهم، بيعطيك الدواء ومعاه ورقه بكون ثلاث صفحات كلها اعراض جانبيه، الكذا النتوء كذا الكبد تلوث حساسيه من الحمام بتطرح الموت، كل الاعراض الجانبيه حاطتها كاتب لك اياها، ما فيك ترفع عليه قضيه، حامي حاله. بس احنا يلي واعيين بهالفخ. بس بدي هونيك نكته، قاعد رئيس الجمهوريه وحده ابو العبد، احنا ابو العبد عندنا مثل الطفيله عندكم؟ طفيلة بس يعني الطفيلة على فكرة طفيلية بالأردن من أذكى الناس، يعني هيك هي دائما اللعبة هيك بتكون. وهون هيك أبو العبد قال له رئيس الجمهورية، قال له أبو العبد إذا هلأ كبيت دولار أنا من الشباك إيش بيصير؟ قال له بينبسط واحد بياخذ هالدولار. قال له إذا كبيت 100 دولار؟ قال له 100 واحد بينبسط وكبيت هالدولار. والله عافية. قال له دخلك وإذا كبيت حالي؟ هلو العالم كله بصير يزقف، واحد بيلمك وبيدفنك والباقي كلهم بيرقصوا وبيغنوا. مين بدهم الحكام بقى؟ خلاص عم بيتحكموا فينا. ان كان قال له ابتعد عن الحاكم وعن الحكيم وكله، والحمد لله الحاكم ما بيتحكم، الناس يلي هي بسببنا، الله الحاكم بسببنا احنا بالضبط. ما نرمي المسؤوليه على حدا لانه احنا نعم. اللي فتحنا الباب، احنا اللي عملنا هذا الشيء. بدنا ننتبه، يعني شفنا شو صار في ليبيا، شفنا شو صار في كذا، ما في، بيقولوا بدنا نشيل الحاكم بيجي الجوعان، بنحط العدل، بتصير بدقوا الناس في بعض، لانه ما في ماتشوريتي، ما في نضوج. لما يكون في عندنا نضوج، لما يكون الشخص ناضج في التصرف، في الحكمه، في العمل، ما عنده طائفيه، ما عنده كراهيه، هاي الشغلات ساعتها بتتغير الامور، غير هيك ما في. فاحنا ما بلزم نعمل شيء غير انه نغير نفسنا. مجرد ما غيرت نفسي، نظفت قدام بيتي، زرعت شجر مقابلي، انتهى الموضوع، راحت المشاكل كلها. الله، نحن بنقول في اللح مكفي سلطان مخفي، كلنا بدنا نرجع لهي الحقيقه. امكم الارض، الجنه تحت اقدام الامهات الصالحات، ما بقى في امهات صالحات ولا بي، لا ابوه ولا امومه، خلص ماشي. الحيوانات بديروا بالها، اشباه الرجال والنساء ماشيين على الطرقات كلهم عم بيرضوا يطلعوا معاشي تيصرفوا على البيت تيعملوا هيك تيعملوا. الحيوانات بيديروا بالهم على اطفالهم، فشو اللي صار في هالانسان يلي صارت الامه تدير بالها على طفلها؟ ايش هذا؟ يا الله، يعني عاطفه الامومه اذا هي مش عاطفه، هي غريزه الامومه، اذا ما عادت موجوده شو ضل؟ صارت تخلف تعطيه للخدامه او هيك، شو ضل؟ ما ضل شيء. فعشان هيك بدنا نرجع لها على طول وننتبه، ما بدنا نلعب لعبه اللوم، ما بدنا نلعب لعبه انت غلط وانت صح لانه هي لعبه الكبت، لا، بنرجع لها الام، لهالانسان، لهالانسان كلياته، ليش هيك؟ ليش هيك انت حاسس؟ اطلع منها بسرعه. اطلع منها، تحمل المسؤوليه. شوف انت شو بتحب تعمل واعمل هالشيء. في وحده رائعه كثير تختلف عن كل هالناس، بنعرف كيف بامريكا عندهم هاي الجورو تبع الموتيفيشن، هدول بيطلعوا بقول لك انه بالمحفزين، والعرب كمان في عندهم كثير من الناس هدول انه محفز، بس محفز ما بيعطي حل، محفز محفز، بتطلع ثلاث اربع ايام متحمس متحمس، بعدين بترجع بالاكتئاب مره ثانيه. ففي وحده بامريكا رائعه جدا اسمها باربرا شير، بتقول انا ما بلعب هاللعبه، ما بلعب هاللعبه، بتقول بسموها ميد وايف، ايه تي فظيعه، بتقول لهم يا جماعه تعال، انا ما تقول لي لازم تكون هابي ولازم تكون مبسوط ولازم تكون هذا الحكي فاضي كلياته، مثل ما انت بتحس هلا عم بتحس هلا سبب، وشوف ليش هيك عم بتحس، سبب هالشعور ليش موجود، بدي اعرف. ما تقول لي انه انت تخيل انه اوكي بكره احسن وبكره راح اعمل احسن وهذا الحكي الفاضي، لا، اذا صحيت الصبح مبسوط كثير حلو بتعمل اللي عليك، وإذا صحيت الصبح منك مبسوط برضه بتعمل يلي عليك. ما تلعب للعبة العاطفة، يعني اليوم أنا مبسوط بكرة مش متضايق، بكرة هيك لازم هيك، أنا اكتئبت، ما تلعب لعبة الضحية. بدك تعمل يلي عليك، عندك طاقة بدك تستغلها، بدك تعمل يلي عليك. صحيت مبسوط هيك منيح عملت، صحيت منك مبسوط برضه بتعمل يلي عليك، وهيك بتصير مبسوط. بيصير في عندك فخر إنه أنا تحديت وعملت. وهي هي. هي الطاقة الحقيقية اللي بتمشي. عشان هيك وقت اللي قالوا له
شو في عند العرب؟ قال له العرب ما عندهم رحمة، عندهم انفعال ايموشن مثل الجيش. عشان هيك احنا بنقول الكبت، والعرب من كتر ما في عندهم كبت بروح مخهم للجنس على طول. وشايفين العرب قديش الطوائف الاديان الكذلك مشكلتهم دائما مع الجنس، 90% مشكلتهم مع الجنس. يعني لا، شيلوا هالفكره، حطوا قدامكم جندي بالجيش وتفرجوا هالجندي بالجيش قديش عنده انفعال وغضب وبس بده هجوم. ليش؟ لانه تم كبته خلال فتره طويله كتير من قبل اشخاص بالعاده بيكونوا جاهلين بيسيطروا عليه بطريقه غير عادله، اعمل سوي كذا هيك هيك بدون تبرير. صار في عنده كبت، صار في عنده غضب، صار في عنده عاطفة، صار في عنده قابلية شديدة كتير لأنه هالغضب يطلع حرب ولا شو مكان ولا طائفة ولا إيش مكان. فهي اللعبة كلياتها، بدنا نطلع من هاي الحفرة. تخيل كل وقتها خلص النكاح ما حدا غيره الحبيب اللي قال وانكحوا ما طابة، مش جهاد النكاح. عم نفهم المفسرون هم المفسدون في الأرض. هلأ الإسلام برا عم بيقوى كتير وبيحطوا برا نو عربز نو مسلمز نو امشين دو فود نو انيمالز، لانه بس تقول هيك لازم تكون شيعي، لازم تكون سني، لازم تكون هيك، لازم اي طائفه من اي ما بدنا عاطفه، ما بدنا غضب. الرسول كان جاره اليهودي يا حبيبي يروح يزوره لما يمرض مع انه عم بكب عليه الزباله. كلنا عارفين القصه، يعني غنيه عن الحكي، بس القصه انه اذا جاره اليهودي اللي كان ياذيه عم بيعمل معاه هيك، طب انت كيف 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 يعني شو اللي عم بيصير بين هالطوائف؟ كيف عم بسمي طائفه وبروح بقاتل؟ كيف صارت؟ كيف اتحمل نتيجة هالحكي؟ سيوفنا عليك وقلوبنا معك، ده يعني كذبوني فيه. الله لا إله إلا الله، بندخل فيها، ندخل في لا إله إلا الله. شو معناتها أصلا؟ مثل ما قالها بيل دونهيو، ما حدا حكاها مثله يا حبيبي. شو هالرجال ما حدا حكاها مثله؟ مش لا إله إلا الله معناته فيش آلهة، في إله واحد. مش بهالطريقة، ما بدنا نفهمها بهاي الطريقة. افهمها إنه there is no God، ما في إله، لا يوجد إله في الكون، يوجد فقط الله. بهالكلمة بهالجملة بفهم إنه كلمة الله مش إله، وإنما هي كل شيء، كل شيء. ما في إله في الكون، في فقط الله بكل الأديان مثل ما حكينا. إجا عم بيشرحها هلأ. نحن كنا شو شوف هالشرح، البدء كانت كلمة والكلمة الله. أبونا شو كان في قبل البدء؟ سكتوا، لازم تكونوا كاثوليك، بس الكاثوليك لازم يعرفوها، وإلا بتتعذبوا بعذاب أبدي. أشو الله بده يعذبني عذاب أبدي لأن سألت هيك سؤال؟ نفس الشيء، ليش متخانق مع بعض؟ الله هو يود هي فا هي باليهودي تتراغراماتون، بالإنجليزي هاليلويا. جيسس شو معناتها؟ يس، يس نور. يا الله يسس هو. من وين اجت؟ يسوع. عم نختلف النور. بس نحن على الاواني ما عم نفهم المعاني. قال مرأة واحد وقال شايف اربع رجال، قال له خذوا اشتروا اللي بتحبوه. هيدا قال بدي استافيليا، هيدا قال بدي عنب، هيدا قال بدي جريبس، هيدا قال بدي خافوخ، تقتلوا. مرأة واحد شو كنا عم تتخانقوا؟ اعطوني اياه. راح واشترى عنب، قال العربي هيدا العنب بدي اياه. هيداك كل واحد عم تتخانقوا على الكلمه اللي دون ما تفهموها. بالضبط، عشان هيك بس بدنا نفهم الاصل، لانه الاصل موجود فيها في في محاضره كامله لدونهيو بيحكي فيها على سنجل اي. في لها اسم هو مسميها شيء ثاني، بس على السنجل اي العين. بحط لك ذا اي اوف هورس، اللي هلا الناس لما يشوفوها هي ماسوني 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 بيخافوا منها، بس احنا خايفين لانه مو فاهمين شو القصه. هم عم يستغلوا العلم ومن خلال العلم عم يحكموا، واحنا لازلنا قاعدين. هذا بهالكتاب يا الله شو حلو، عم اقول لك، بقول لك الكهرباء لما تتحول من مغناطيسيه لكهرباء، هذا علم خيمياء، هذا ما هو شيء بسيط. بس لانه احنا ما بنقدر وما بنشوف الشيء على حقيقته، صار بالنسبه لنا عباره عن شيء عادي. اه هي فيزياء، بس تحول الطاقه من شيء لشيء لما تشوف تركيبته، لما تشوف حقيقه هذا العلم ايش هو. في هيلينا بلافاتسكي، اي مدام بلافاتسكي، بكتابها ايسس انفيلد، هاي المره ما بعرف فظيعه هالعلم اللي عندها شيء ثاني. فبكتاب ايسس انفيلد عم تشرح، ما بتخلي فيلسوف في التاريخ ما بتحكي عنه، بعدين بتقول لك الحياه اصلا عندها علم، في عندهم علم مخبى ما كشفوه، كان نفس العلم الموجود عند جون ويرل كيلي وقتها، اجتمعوا مع بعض بالثيوسوفيك موفمنت تاعتهم. فبتقول لك في علماء موجودين بيجيبوا الكهرباء مش الحقيقيه، الكهرباء النيجاتيف السالبه، وبدخلوها على البيضه، بتصير البيضه ملقحه بدون ما يكون في ذكر. يا الله موجودين وعملوها، وبزمن هذا الحكي من 100 سنه شافته هذا الحكي، تلقيح بس من خلال هالطاقه الكونيه بيعرفوا كيف يعملوها. فالعلوم يلي موجوده، كنت عم بقول على دونهيو، عم بحكي على السنجل اي، بقول لك سنجل اي ذا اي اوف هورس، بتعرفين شو هي يعني؟ هاي ذا باينيال جلاند، هاي الغده يلي موجوده عندنا يلي بتوصلنا بالعالم الاثيري كلياته. عشان هيك كانوا يعبدوها زمان، مش يعبدوها بس كانت عباره عن من اهم الرموز اللي موجوده عندهم في الفراعنه الكذا، كل الحضارات القديمه.
كانت من أهم رموزهم، لأنه هاي السنجل آي هي الواصل بيني وبين العالم يعني ما بعد الجسد. ليش علقانين بالجسد إحنا؟ ليش علقانين بهالجسد؟ خلص حطينا حدود، هون بدي هالجسم وبس وملهيين فيه. إشي؟ يعني كثير 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 في شغلات بقول لك في يعني عبر التاريخ في كائنات معينة في كذا هيك كانوا قاصدين إنهم فصلوا جسدنا عن الروح تاعنا، وإلا الإنسان كان المفروض يكون وصله أقوى من هيك. لكن بإمكانه يريد يرجع يعملها بالدي إن إي، علوم الدي إن إي اللي موجودة. أنت امبارح صرت تقلنا عنها شو اللي تحت الأرض وفوق الأرض. حضارات أكيد. نحن عنا بنشوف بمنطقة، أنا رحت وشفتها هيدي مغارة تحت الأرض وحطينا من عجائب وأعظم عجائب المواقع الأثرية. هلا لحين هون بلبنان موجودة. بكل بلد اكيد في عندكم بالاردن طبعا. ليش سموه البحر الميت؟ مش لانه ميت. ملايين الحضارات كانت، ملايين كثير. المسيح مرق هونيك باعتمادك يا رب في نهر الاردن، يعني في كثير، بس ما عم نتعرف على الاسرار. وموجوده فينا، فيك نطور. ما الإنسان اللي عملها. بقول لك الإنسان لحي سنة 1963 صاروا يلاقوا إنه في شيء بتركيا أرض تحت الأرض، كواكب وناس عايشين هون. تحت الأرض حوالي 8 كيلومتر تنزل بتلاقي فيهم هون. فإذا ليش هلا ما بقى فيني يسكروا هالعلم؟ في إنترنت خلاص. خلاص ما عاد فيه، بس بدنا نشتغل هلا بكل لحظة. كل لحظة حرام نضيع لحظة واحدة بدون ما نكون إحنا عم نعيش هالقدرة، هالشي اللي موجود عندنا، هالموهبة، هالسر الكوني اللي موجود في الإنسان. حرام نعيش لحظة بلا ما نكون عم نستغل هالشي. You owe your talents to the world. هاي مين اللي حكاها يا ربي؟ You owe your talents to the world. هاد إمرسون هو اللي قالها. أنت عندك مواهب معينة وانت عليك دين انك هالمواهب لازم تقدمها للعالم. هي امانة الله حقها بالانسان. بالضبط. بدك تشارك فيها. مش من حقك ما تشارك فيها. يا الله. هذا من اول الكتب اللي قريتهم. يعني اذا بقلكم بيقرا كتاب او كتابين ما بعرف بالنهار. هذا قريت اول شيء كتاب كوزميك فورسز اوف شو مو هذا اول شيء قريت كتاب اسمه سيكريت سيمبلز اوف مو لنفس الكاتب جيمس تشيرشورد. هذا عالم من 100 سنه كان مهتم بالاثار كثير، كان بالجيش ترك قال لهم ما عاد قادر انه اتحمل هذا الشيء، وكان عنده عشق الاثار، كولونيل يعني زلمه مستواه كثير عالي جدا انه سوشيالي اجتماعيا. فترك وبلش يدخل بالحضارات واهتم كثير بحضاره شاف اثار لها موجوده من خلال راهب كان موجود، راهب هندوسي كان، وكان عنده مخطوطات قديمه كثير وعبر التاريخ مسكره ما حدا شافها، قديمه كثير كثير كثير. فطلب الاذن وضله يحاول، ضله يحاول مثل ما عمل جورجيف لما كان يحاول انه يشوف هالمخطوطات، وضله يحاول 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 لقدر يشوف المخطوطات وبلش يفسر فيها، كرس عمره لها. لقى انه في حضارة مو او لوميريا كانت موجودة يعني لحد يمكن قبل 12 ألف سنة او اكثر، موجودة في المحيط الهادي. احنا بنشوف الكرة الارضية كيف قارات موجودة جنب بعض، لكن خلف الكرة الارضية محيط هادي فاضي، في هيك جزء كبير فاضي. هو بيقول في قارة كبيرة كانت موجودة في هالمحيط اسمها مو، وكانت هاي ام القارات في الارض، كل الحضارات اخذوا منها، الحضارة المصرية، الفرعونية، الإغريقية، الكذا، كلهم أخذوا يعني بشكل خاص. المصرية أخذت ومن المصرية انتقلت للعالم كلياته. فكان عندهم عصر ذهبي وكان عندهم العلوم. بهذا الكتاب The Cosmic Forces طبعا فرجي كل الرموز اللي موجودة عندهم، الرموز الكونية. يا الله شو في علوم بهالكون موجودة من جهلنا شلناها. يعني المكاتب يلي انحرقت خلال التاريخ كان فيها كتب من خليقة الأرض لحد اليوم. يعني العلوم اللي راحت
بسبب جهل الإنسان. وكيف كانت تنحرق المكاتب؟ دائما نفس القصة، يكون في كتب موجودة تطلع طائفة يقولوا هذه وثنية، يروحوا يحرقوا الكتب كلها. نعم نفس الشيء، هاي الطائفة توصل لزمن معين كتبتك يقولوا هاي وثنية، يجي جماعة يحرقوها. نفس القصة دائما بيحرقوها في سبيل هذا. الإسكندرية في فيلم كتير حلو اسمه أغورا، فرجي قصة هايبيشا، كانت عالمة فلك بالإسكندرية، وهي اكتشفت، هي كانت أول وحدة في التاريخ اكتشفت إنه مدار الأرض حوالين الشمس عبارة عن، طبعا هاي وحدة من الاكتشافات الثانية، مدار الأرض حوالين الشمس عبارة عن إليبتك، اللي هو شو بسموه يا ربي، إليبتك اللي هي دائرة بس مطاولة، نسيت اسمها. فالمهم اكتشفتها، قتلوها، اتهموها انها وثنيه، ويمكن فوق بعديها ب 500 سنه لرجعوا اكتشفوها مره ثانيه. على فكره نفس الحكي صارت هاي كمان بالسكيرفي، الاسقربوط بسموه بالعربي، اللي هو نقص فيتامين سي، سكيرفي مرض. نفس الشيء، هاي واحد اكتشف قال لهم يا جماعه انا عم بلاحظ انه السواقين اللي بالسفن لانهم ما عم ياكلوا حمضيات، انتبه على هاي القصه، عم بيصير معهم نقص عم بيصير فيهم هذا المرض، ما صدقوا وكذبوا وكذا وهيك، وبسببه نفس الشيء ضل المرض يقتل ناس لبعديها ب 500 سنه لرجعوا اكتشفوه مره ثانيه وقالوا انه مزبوط فيتامين سي يلي كان في البرتقال هو يلي كان عم بمنع حصول المرض. كلنا انسان، كل انسان بيغلط، واللي ما بيغلط ما بيكون بشر. كل واحد منا يتعلم من غلطه ومن غلطه، نتعلم من غلطاتنا كلنا. مزبوط، وهيدي هي الحقيقه.